نقدم في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي بجامعة الأميرة نورة مسارين، مسار أكاديمي يضم 7 وحدات علمية متنوعة من بينها التشفير وأمن المعلومات والعلوم الطبية الحيوية، وكذلك نقدم مسار مهاري يضم حزبة متنوعة من الدورات التدريبية في القيادة والتأثير الاجتماعي والتفكير الإبداعي والابتكار. الطالبات جدا موهوبات، وهذا الشيء شفته من أول يوم. لاحظت أنهم فعليا جدا متحمسات لمعرفة الشيفرات السرية. أعطيتهم يوم نشاط مثلا، فجأة عملوا لي شيفرات خاصة فيهم هم، فهذا الشيء بالنسبة لي كان مدهش، ومتحمسة كثير أني أنا أكمل العمل معهم. تم إكساب الطالبات مهارات التعامل مع الأجهزة العلمية في المختبرات. تم إجراء تجارب مثيرة ومفيدة مثل استخلاص الدي إن إي، صناعة الجبن، التعرف على الأجهزة التشخيص الجزيئي. أول شيء درسنا إيش هو البي سي آر وكيف تتم عمليته، وهي عبارة عن مضاعفة للدي إن إي، ليست كما يحسب الكل إنه يستخلصون الفيروس، لا، هم يضاعفون الفيروس الخاص بالمرض، وإحنا حاولنا إنه نسويه بس ولسه بنسوي فيه بشكل أفضل، لأنها تحتاج فترات طويلة لاستخلاص الدي إن إي ومضاعفته بشكل أدق. هذه إحدى من نماذج مشاريعنا جرين هاوس. اعتمدنا في تصميمنا على تكثيف الغطاء النباتي للتقليل من حدة التلوث البيئي وتلطيف الجو. استعملنا واجهة زجاجية للتقليل من استعمال الطاقة الكهربائية. في خطوتنا القادمة في مشروعنا راح نضيف الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وتسخين المياه. كانت تتميز إنه البنات يعملون بروح الفريق، زي ما يقولون يكملون بعضهم البعض، وهذا الشيء ترك بصمة جميلة جدا في البرنامج. تعلم برنامج الكورس التشفيري إن التشفير فن عريق ويحتاج إلى كثير من العلوم، ليس فقط علم مبني على الإنترنت.